السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا لعبتين جديدتين. نختصر ليش سحبت عليكم؟ شفت العدد المشتركين قاعد يتناقصوا، عشان شي سحبت عليكم يا جماعة الخير. سجلت فيديوهين ما ضبطوا معي، احاول انزل على اليوتيوب ما ضبطوا معي، اثنين فيديوهات تخيلوا شو التعب. تعب يا جماعة الخير والله ما يعني شو اقول، بس الحمد لله. باختصار الشرح، كما تحملون في لعبة اسمها كاونتر سترايك، هذه لعبة كاونتر سترايك، هذه اللعبة هي الشرح، طط 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 بسرعة، هذه هي اللعبة. ثم تشوفون أنا مستعجل عشان صور فيديوهات، يعني بيني بينكم شو المشكلة صورت اثنين فيديوهات؟ ما في مشكلة، بس خلونا نسلم عليكم الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خالد من قناة أحمد شفرو. اليوم معانا ألعاب متنوعة، الشي اللي تبونه سووه. سمعت يا جماعة الخير انه في خبر انه نزلت كاونتر سترايك، نزلت على الجوال، فهذا يقول الناس ان هذه كاونتر سترايك. اللي يقول هذا كاونتر سترايك غلط، هذا مو بكونتر سترايك، هذا اسمها نطلع كارتكل سترايك كاونتر تورريس اونلاين اف بي سي اول مكافحة الارهاب. والله مرحبا الا انتو تحملون هالالعاب. نص المناطق موجودة في كاونتر سترايك مال حاسوب. مثل ما تشوفون هالمنطقة جديدة، مثل ما تشوفون هنا مسبح بس مطورينها، ما علينا. هالمنطقة يا جماعة الخير اللي يلعب كاونتر سترايك بيعرف اكيد هالمنطقة. يا جماعة الخير هالمنطقة مألوفة جدا، السلالم تتذكرون يا اللي تلعبون كاونتر سترايك؟ ها تذكرون هالمنطقة؟ تذكرون هالسلاح؟ تذكرون هذول البراميل الحاملات بس غيروا اشكالهن شوي ولا نفس الشيء؟ مثل ما تشوفون اللي بيشوف هذا الشيء بيتذكر نفس الشيء. هالمنطقه كاونتر سترايك مناطق كاونتر سترايك يقولون عليها كاونتر سترايك، بس ايش اللي معجبني فيها انها في انترنت، واللي هاي اللي محملها من دون انترنت وانترنت ومن دون انترنت. مثل ما تشوفون مو مثل كاونتر سترايك، اشياء بسيطه تتشابه في الخريطه والاشياء بس ايش الاضافه؟ يمديك تعدل اسلاح، يمديك تختار اسلاح تبغى وتعدل عليه على كيفك مو على كيف اي احد ثاني. ومثل ما تشوفون الجرافيك فنان، والبيوت ما حد قاعد ينظفها ليش؟ طبعا الجرافيك فنان جدا، علامة الايه احمر يعني ايه مش عارف شو يعني علامة ايه، ما علينا يا جماعة الخير. وعندنا هاي القنبلة الامبلا، اذا ودك تفجرها، اذا ما ودك تفجرها تقصها الواير، هالواير الاصفر يعني يقربه ما تتقرب، زوم اكثر. مثل ما تشوفون الجرافيك فنان ومثلج، ولمبات السيارة شغالة، إسراف الكهرباء. في جماعة الخير يعني ألعب إذا عجبتكم حملوها، ما عجبتكم يا شيخ إذا عجبك الفيديو أصلا سوي لايك، إذا ما عجبك الفيديو ديسلايك عادي، منقبل منكم أي شيء ديسلايك ولا. وإذا تبون تسبون تحت في التعليقات العنوا خير الفيديو يسب، وإذا تبون تمدحون تكتبون تحت، حتى ما انا ما ازعل من اي واحد يسب يلعن خير الجد. والله قبل يمكن شهرين او ثلاثة شهور نزلت فيديو ارويكم اياه، لو امكن عاده موجود ارويكم اياه. اسم قناتي الاولى حمد 39، ما تشوفون هذه هي القناة 11 مشترك مركب عليها اصوات، قناة قديمة جدا يا جماعة الخير. انا ما هذا الفيديو اللي قلت لكم عليه مونتاج جديد، هجوا العيون المشاهدين ارحب. خلينا نشوف، شوف التعليق اللي تحت لانه تفيد وتافه. ايش التعليق اللي جتني؟ هذا انا والله انك ابو المقالب، مقلبتكم هاي الجو بيض وين الهجوله. واحد قال لي الله يلعنك، ما رحت على طول اكبس هذا وسوي ابلاغ، لا ليش؟ هو هذا رايه ان الله يلعني، خلاص هو لعني ياخذ اثمي. مثل ما تشوفون هذا ما اذكر مين سوى هذا، انا ما سويته لانه هذا الحساب كان مو مالي. اول فيديو هذا قديم 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 قديم، اول ما اشتريت الجوال سويت هالفيديو على جودة خرا، مو بزين هالجودة، مالها خرا يا ريال، والله الجودة مال مو بزين
خرا. فلان طول عليكم في الفيديو يا جماعة الخير. إذا عجبكم المقطع سووا لايك، وإذا ما عجبتكم ديسلايك. أسامي اللعبة عندكم ريال درافت كينج وكونتر أتيك. لا تنسوني في اللايك والاشتراك. إذا عجبكم الفيديو لايك، وإذا ما عجبكم ديسلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشوفكم المقطع الجاي إن شاء الله. وأسف على السحبة يا جماعة الخير، لأنه كان عدد المشتركين قاعد يتناقص، فعشان كده نسحبت. فحاولوا إنكم ما تنقصوا المشتركين عشان ما أسحب عليكم، لأني أنا لما أشوف عدد المشتركين ينقص أقول يا أخي ما في فايدة والله. يعني واحد يفقد الأمل، بعدين لما أشوفهم يزيدوا الأمل المعنويات ترتفع. فأشكركم يا جماعة على التهويشة هذه اللي تسمون التهويش، نقصتهم بعدين هوش لك رجعتوا المشتركين. فأشكركم يا جماعة الخير، لأن ذيك الأيام كنت ألقج وايد، أنزل فيديوهات مسخرة وفلسفة وسخافة معنى هذا الفيديو وش أقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.